منتخب شو منتخب يعني؟ منتخب كون؟ منتخب شو؟ أنا بالنسبة لي بالنسبة للرياضة ما بدخلها بالسياسة. ميسي عم الكل. لحنا ليك هاي منتخباتنا ها. كفولة. برافو عليك هادي. ضد المنتخب. ليه؟ لأنه كله واسطات. واسطات. واسطات لك. مين ممثل هذا طيب المنتخب؟ ممثل بشار الأسعد بس. يعني على مين فايزين؟ على اليابان مثلا؟ منتخب الهند إذا نحن هون شكلنا حالنا 13 14 لاعب بنربح وبنرجع، باحترامنا يعني لجميع المنتخبات. هلا هي نظام البطولة الجديد هو اللي ساعدهم ليتأهلوا يعني. بتوقع لو النظام القديم ما بيتأهلوا يعني. والله أنا لا مهتم فيه ولا متابعه ولا بيمثلني ولا بيهمني أبدا. ليه؟ منتخب هو بيقول إنه منتخب السوري بس نحن هون سوريا. هنيك يمكن منتخب إيران وروسيا وبراميل وهالأمور هاي. ما صار شيء بس ما بقى. طلعت من نفسها. كلياتنا أكيد بنحب إنه يكون مثلاً نشجع منتخب لبلدنا ونكون نيتو ما حيشجع ضد منتخب بلده، بس وقت عم نشوف إنه السياسة دائماً عم تدخل في كرة القدم وبيحاربونا لحتى نحن إذا بدنا نشجع يعني صايرين ما عم نحسن في شيء دافع جواتك عم يقولك أنت إذا شجعت هذا الشيء راح تكون أداة معن ومشجع لألهم إنيتو هني ضد هاي الثورة وضد وهني مع نظام الأسد راح تحس حالك إنه أنت تلقائيا صرت أداة لنظام الأسد. المنتخب السوري؟ طبعا لا. لأن يعني إيش بدي أقول لك ما بعرف منتخب معلم عم بيحكمه رئيس مجرم. هلا أنا بالنسبة لي لعيبة الكرة القدم ما لهم علاقة بالسياسي، يعني إن كان أنت معيش مناطق الحرة، كان مناطق النظام لازم يلعبوا سوا. ميسي عم الكل. بتشجع أنت المنتخب؟ ما بشجع أنا بس ميسي، ما بعرف غير ميسي، بس ميسي. بلشنا من بدايتها بالغلط، منتخبكم هاي المنتخب يمثل سوريا، هذا صح هذا المنتخب ما يمثل إلا القتلة، إنه هدول صيصان قاسيون. بيمثلوا نفسه الأول شيء وبيمثلوا حفني من الأوغاد حفني من القتل المأجورين اللي عم بتساعد على قتل الشعب السوري. هذا بده يمثلنا هذا اللي بكرة أرجينا حالة قدام إيران، يعني إذا ربح إيران ما أعتقد ربح إيران لأنهم علمينه إيران يعني راح يسلموا اللعبة تسليمي. لك روح الفريق تبعه بإجره بس قال إحنا فريق وما فريق بكفينا العاب. أول شيء أنا ضدهم. عندي فريق بيمثلني أنا هو فريق المحرر نحن إن شاء الله تعالى تعالى إن شاء الله تعالى. اللي هو ما بيمثل سوريا طبعاً هذا فريق ما بيمثل سوريا ولا بيشرفنا بيمثلنا. لحد اليوم يعني بالاتحاد الآسيوي يعني النظام هو اللي ما طرح عليه. نحن نتمنى من الله إنه كمان نحن هون بمناطق المحررة كمان نحن ناس من حقنا الحرية من حقنا نعيش. نتمنى انه ينظر لهي المناطق هون الاتحاد الاسيوي وياخذنا بعين الاعتبار، يعني احنا عندنا لاعبين كويسين عندنا منتخب جيد.